السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لن تصدق ما وجده رجال الدرك الوطني اليوم في هذه الولاية ورعب المواطنين، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عثرت مصالح الدرك الوطني اليوم الجمعة على رؤوس أبقار وكمية فوق 46 طن من اللحوم الحمراء والأحشاء، وللأسف هي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكانت المحجوزات مخزنة على مستوى غرفة تبريد لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية بولاية أدرار، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.